أعظم جغرافي في العصور الوسطى، رسم خريطة للأرض بدقة عالية وبوسائل بسيطة تجاوزت شهرته الآفاق. إنه الإدريسي، عالم الجغرافيا الشهير. ولد محمد الإدريسي الطالبي في 1100 للميلاد بمدينة سبتة المغربية. جده إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة في المغرب، لذلك لقب بالشريف. منذ شبابه كان كثير السفر، زار دولا عدة، ارتحل إلى قرطبة وكانت مركزا ثقافيا ذا إشعاع عظيم، فدرس هناك العلوم. بعد سقوط قرطبة اختار الإدريسي جزيرة صقلية للعيش بها. كان ملكها روجر الثاني شغوفا بالثقافة العربية الإسلامية، فصار الإدريسي بفضل علمه مقربا منه ومستشارا له. شرح الإدريسي للملك أولى نظرياته عن موقع الأرض في الفضاء الخارجي. كلفه الملك بتأليف كتاب عن الجغرافيا يضم جميع البيانات المتاحة عن موقع المراكز السكانية والمناخ في العالم، ووضع بين يديه مجموعة من علماء الجغرافيا. اعتمد الإدريسي في كتابه على المعلومات التي جمعها من ترحاله، والتقارير التي وصلته من مساعديه، والمراجع الجغرافية الموثقة. في 1145 للميلاد صدر الكتاب بعنوان نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ضم خريطة عامة للأرض وسبع خرائط جزئية دقيقة تمثل أقاليم العالم آنذاك. واستخدم الإدريسي خطوط الطول والعرض لأول مرة في التاريخ، كما جسد الإدريسي الخريطة على كرة من معدن الفضة سماها لوحة الترسيم. عاش الإدريسي في صقلية 40 عاما حتى وفاته عام 1164. ترجمت أعماله إلى اللاتينية ولغات أخرى، واستفاد من خرائطه كريستوفر كولومبوس في مغامراته ورحلاته الاستكشافية. وقد أطلقت وكالة ناسا اسمه على سلسلة جبال اكتشفت على سطح كوكب بلوتو تكريما له.